واش الوزارة تيفيقوا في انا شخصيا تنخرج من الدار 6 ونص، ما كتطلع الشمس حتى للسبعة. تنقول لك كاين الفجر مع 6 و24 دقيقة، السبعة قال القسم كتطلع الشمس. دونك هذا يوميا، هذا برنامجي يعني الشخصي ديال الرياضة ديالي. فالدخول ما كاين على اعتقد حتى ل8، كنتفهم بانه اليوم كاينه صعوبات عند العائلات وكذا، ولكن هذا الموضوع هذا خصو يتدرس في الشموليه ديالو. بيان سور كنفكروا فيه ومطروح للنقاش. وانا نقول لك منين منين غتكون الامكانيه، الحكومه راه غادي تمشي في هذا الاتجاه هذا.